في حلقة النهاردة من لف وشوف مع منفيس هننطلق مع بعض في رحلة خيالية هنستمتع فيها بالإقامة في واحدة من أجمل المدن الإيطالية. ومش بس كده، ده احنا كمان هنزور في رحلتنا مجموعة من المدن السويسرية الساحرة علشان نتعرف عليها وعلى أهم معالمها السياحية. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. رحلة إيطاليا سويسرا هي رحلة من العيار التقيل اللي هتستمتع فيها بإقامة 8 أيام 7 ليالي في عاصمة الموضة الإيطالية. وجولتنا اليومية هتكون في مجموعة من أجمل المدن الإيطالية: ميلانو، فيرونا، كومو، وفينيسيا، ومعهم كمان أشهر المدن السويسرية لوزارن، لوكارنو، وكمان لوجانو. وهنبدأ رحلتنا بالانطلاق في رحلة جوية ممتعة وسط السحاب لحين الوصول لمطار مدينة ميلانو، وبعد كده هنتحرك بالأتوبيس الخاص برحلتنا وهنتوجه لفندق المبيت في ميلانو. بعد الانتهاء من إجراءات التسكين نقدر نرتاح باقي اليوم أو نستمتع بجولة حرة نستكشف فيها شوارع ميلانو المحيطة بالفندق. وفي اليوم التاني هنبدأ البرنامج الاختياري لجولتنا، هنتوجه مع بعض في جولة ممتعة بالأتوبيس للاستمتاع بزيارة أهم معالم مدينة ميلانو الإيطالية. ومن أهم الأماكن اللي خططنا لزيارتها في ميلانو هي قلعة سفورزيسكو المعروفة بقلعة ميلانو، وهي واحدة من أكبر وأشهر معالم أوروبا. وبعدها هنتوجه لبياتسا دول دوومو قلب ميلانو النابض، وهنا بقى هنستمتع بمزيج راقي من التاريخ والحضارة العصرية وسط مجموعة من المباني الضخمة الرائعة، وأهمهم كاتدرائية ميلانو. وبما أننا في عاصمة الفنون والموضة الإيطالية، يبقى ما ينفعش ننهي جولتنا في ميلانو من غير ما نستمتع بجولة الشوبينج المميزة للاستمتاع بالعروض والخصومات على أهم وأشهر العلامات التجارية العالمية. وبعد ما ننتهي من جولتنا الممتعة وسط أجواء مدينة ميلانو الساحرة عشان نستقبل اليوم الثالث. ووجهتنا الجديدة من رحلتنا الاختيارية هي مدينة لوسيرن السويسرية، المدينة التاريخية والمركز السياحي لسويسرا. هنبدأ جولتنا في لوسيرن بقمة بيلاتوس اللي بيوصل ارتفاعها لأكتر من 2000 متر فوق سطح البحر، وهي من أعلى وأجمل القمم الجبلية في لوسيرن اللي هنستمتع فيها بجمال الحياة البرية للمدينة. أما عن بحيرة لوسيرن المتعرجة فهي من أجمل وأكبر البحيرات السويسرية اللي بتوفر لنا أجمل الإطلالات الطبيعية. وطبعاً ما ينفعش ننهي جولتنا في لوسيرن من غير زيارة المدينة القديمة والاستمتاع بباقي معالم المدينة قبل العودة مرة تانية لفندق المبيت في ميلانو. ومع استقبالنا لليوم الرابع هنتحرك مع مشرف رحلتنا في جولة اختيارية لمدينة العشاء روميو وجولييت، أصحاب قصة الحب الأسطورية. وبكده أكيد عرفتوا أن جولتنا هتكون في مدينة فيرونا الإيطالية اللي هنستمتع فيها بزيارة أهم معالمها السياحية زي منزل جولييت، ونتعرف على بلكونة جولييت وقصتها الحقيقية، وناخد صورة تذكارية مع تمثالها البرونزي. وأثناء جولتنا في فيرونا هنستمتع بجولة تاريخية للتعرف على أرينا فيرونا أو المعروف بمتحف فيرونا الأثري، وهو تاني أشهر مسرح روماني في إيطاليا بعد الكولوسيوم في روما، بيتم استخدامه لإقامة الحفلات والفعاليات الضخمة. وبعد الاستمتاع بمعالم فيرونا الجميلة وقبل العودة لميلانو، تقدر تستمتع معانا بجولة اختيارية تانية للشوبينج في أكبر مركز تسوق في المدينة. وبالنسبة لجولتنا في اليوم الخامس من رحلتنا فهي هتكون جولة لطيفة جدا لأكتر المدن السويسرية الدافية، مدينة لوكارنو اللي بتقع على الشاطئ الشمالي لبحيرة ماجوري، وبتعتبر مدينة لوكارنو بمثابة الملتقى السحري للثقافة السويسرية والإيطالية. هنتعرف فيها على أجمل معالمها التاريخية ونستمتع كمان بأجواءها الحيوية، وإحنا بنستمتع بوجبة جميلة من مأكولات المدينة المستوحاة من المطابخ الإيطالية.
ودلوقتي هناخدكم معانا في واحدة من أجمل جولات رحلتنا الاختيارية اللي ما ينفعش تفوتها، وإلا هيفوتك أجمل اللحظات من السحر والرومانسية اللي هتعيشها في جولة البندقية مدينة فينيسيا الإيطالية. وهي عبارة عن مجموعة من الجزر الإيطالية اللي بيتم الربط بينهم عن طريق الجسور. وبما أن المدينة مشهورة بعدد كبير من الممرات المائية، فهنبدأ رحلتنا فيها بجولة القوارب الممتعة واللي هنوصل بيها لساحة سان ماركو الشهيرة. وهي بتعتبر من أجمل ساحات فينيسيا بتصميماتها المعمارية الساحرة، وهي كمان بتضم مجموعة من أهم المعالم الأثرية في المدينة زي كنيسة سان ماركو وبرج الساعة، بالإضافة لبالاتسو دوكالي اللي هتتعرف من خلاله على تاريخ الجزيرة العريق. وبعد الاستمتاع بالتعرف على معالم فينيسيا، هنختم مع بعض جولتنا بزيارة مصانع زجاج المورانو المبهرة عشان نستعد لاستقبال جولتنا الاختيارية الأخيرة، جولة الاسترخاء والاستجمام وسط جمال الطبيعة الخلاب لكومو الإيطالية وكمان لوجانو السويسرية. وبعد تناول وجبة فطار اليوم السابع من رحلتنا، هنتحرك لمدينة كومو الموجودة في شمال إيطاليا والمعروفة بسحر مناظرها الطبيعية. وفي جولتنا هنقدر نستمتع بإطلالات بحيرة كومو الساحرة وجبال الألب الخلابة. وفي الجزء الثاني من جولتنا هنتحرك مع مشرف رحلتنا لمدينة لوجانو السويسرية اللي هنستمتع فيها بجرعة إضافية من جمال الطبيعة والهواء النقي على بحيرة لوجانو مع المناظر الطبيعية الرائعة المحيطة بالمدينة. وفي نهاية اليوم هنرجع لفندق المبيت في ميلانو واحنا بنودع آخر ليلة من رحلتنا. وفي اليوم الثامن والأخير، وبعد ما نقفل شنطنا ونتأكد من كل حاجتنا، هنتمم إجراءات مغادرة الفندق وهنتوجه بعدها لمطار ميلانو وننطلق في رحلتنا الجوية للعودة بسلام، واحنا معانا أجمل الذكريات والصور التذكارية.